بالعالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ورى وشفيع الأنام سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين، وبعد. ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله وهو رسول الله، يعلمنا كيف ندعوه، ونتضرع إلى الله عز وجل وهو طريق إصلاح النفس، إصلاح الذات، إصلاح الجوارح. فقال صلى الله عليه وسلم وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. أول أمر، العلم فرض على كل إنسان وليس على كل مسلم فقط. النبي صلى الله عليه وسلم خص المسلم لأنه مخاطب بشرع الله عز وجل، وإلا فكل إنسان مخاطب بالعلم، مأمور بالعلم. فالإنسانية يجب أن تعيش بالعلم وأن تحيا بالعلم. لكن ما هو العلم؟ العلم أنواع وأشكال، فنون، علوم كثيرة. هناك علم ينفع، وهناك علم يضر، هناك علم مكروه، هناك علم فيه فائدة، وهناك علم لا فائدة ترجى منه. فلابد الإنسان أن يختار العلم النافع، وأن يتعلم العلم النافع. العلم النافع هو الذي يفيد الإنسان به نفسه ويفيد به غيره. لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فالسلف الصالح كانوا يتعلمون العلم النافع، يستفيدون منه ويفيدون به أنفسهم، وينفعون به أنفسهم وأسرهم، ثم ينفعون به مجتمعهم. وكان التنافس والتسابق عن العلم النافع، المقصود منه العلم الشرعي، العلم الذي يوصلك إلى الله عز وجل. فإذا قلنا العلم الشرعي فلا يعني أنهم كانوا لا يتعلمون العلوم الكونية، العلوم الأخرى، فيتقنون العلم الشرعي ثم يتقنون العلوم الكونية. ومن أراد أن يقرأ وأن يتعرف أكثر فليقرأ عن علماء الأندلس وعلماء آخرون في خلافة العباسية، دولة العباسية والدولة العثمانية، كيف كانوا علماء. فقد جمعوا كل العلوم، تجد العالم فقيه، عالم ديني شرعي، ولكنه طبيب، مهندس بمفهومه العصري، تقني بمفهومه وأكثر عصري، له حصل علم الفلك، علم الحساب، علم الرياضيات. فلم يحصروا العلم في تخصص معين، وإنما كانوا موسوعة، كان العالم موسوعة، ليس علم إلمام فقط، علمه إلمام بمعنى أنه له مفاهيم فقط في هذا العلم، وإنما كانوا يكتشفون ويخترعون ويبدعون في العلوم. ولذلك أوروبا هي عالة على علماء الأندلس. الآن العلم الذي اكتشفوه واخترعوه مع الأساس وهو العلم الشرعي، العلم الذي يرضي الله عز وجل. لأن إذا كان الإنسان له علم شرعي فيبني عليه جميع العلوم وتكون نافعة. أما إذا بنى علومه وعلمه على أساس من غير علم شرعي فلا شك أنه غالبا ما يؤدي به إلى الضر والهلاك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. ف
في عصرنا هذا في زماننا هذا فحرف مفهوم العلم. ما هو العلم؟ شباب مجتمعات كل المجتمعات العربية والإسلامية، فالعلم التنافس والسباق على العلم من أجل الوظائف فقط، من أجل الحصول على شواهد، من أجل أن يعمل. العمل ضرورة حياتية، وليس العلم في الذي يختار العلم ويقرأ ويدرس، ولكن العلم المسؤولية تقع على من حرف بالأمة، حرف مسار العلم. فالعمل يكون مضمونا، ولكن العلم يجب أن يبقى واسعا، أن يكون واسعا. فلما ربط وارتبط العمل بالعلم فسد العلم. فتجد الإنسان يقرأ، طالب يقرأ من أجل شهادة، يحصل على الشهادة، يبحث عن العمل ويطلق ما كان يدرسه من علم. إذن فيكون هذا العلم لا ينفع وغير نافع، لأنه لم يستفيد هو أصلا ولا يفيد غيره، ولا يفيد غيره، لأنه ليس له علم. لذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. هناك علم اللي هو ضار، كعلم السحر، علم التنجيم، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. والعلوم الأخرى: وأضله الله على علم وختم على سمعه، له علم ولكن لا ينفع. علم الذرة، علم، هناك علماء الآن، أطباء، علماء في العالم، ولكن لا علاقة لهم مع الله. هل هذا علم ينفع؟ هل هذا علم نافع؟ هل هذا علم مفيد؟ العلم الذي لا يقربك إلى الله لا خير فيه. العلم الذي لا يقربك إلى الله ولا يدخلك الجنة لا خير فيه ولا فائدة. فحتى الشيطان عنده علم، ولكن بسببه تكبر وقاس الأمور في غير محلها، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والإنسان الذي له علم كيفما كان يجب أن ينميه، أن ينميه حتى يكون نافعا، حتى يكون نافعا. أن تقرأ القرآن، تتعلم العلوم الشرعية، تدرس، ما دام عندك وسائل أو مفاتيح للعلم. إذا كان عندك مفاتيح للعلم، تقارئ وفهم، يجب أن تتعمق في العلوم الأخرى مع ربطها بالعلم الذي يرضي الله عز وجل. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ومن قلب لا يخشع. القلب إما أن يكون رطبا طيبا، وإما أن يكون قاسيا خبيثا. القلب إما أن يكون لينا يسمع الموعظة فيتأثر، يسمع القرآن الكريم فيخشع فيرغب ويرهب، يرغب بالموعظة، يرغب بالعمل لأنه تأثر، ويرهب بالترهيب ويبتعد عن المحرمات والمناهي. فالقلب يخشع بذكر الله، وبعكسه لا يخشع، يقسو. الله عز وجل قال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فالقلب يخشع في الصلاة، يخشع عند قراءة القرآن، يخشع عند سماع الخطبة، يسمع، يخشع عند سماع موعظة، يخشع عند سماع الموت،
يخشع عند رؤية الجنازة، عند زيارة القبور. فإذا وجد الإنسان من نفسه هذا الخشوع فليحمد الله عز وجل. أما إذا وجد أحس بقلبه أنه قاسي لا يتأثر فليعالج نفسه، لأنه هذا القلب يتصاب بأمراض، كاين أمراض كثيرة، أمراض الشك، أمراض الزيغ، أمراض القساوة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. إذن القلب ينحرف، والقلب يصاب بالجمود، فلا بد من صقله وغسله حتى يصير متأثرا ولينا وطيبا بذكر الله عز وجل. فالقلوب لما تقسو فتصير مثل القلوب البهيمية، لا ترحم، لا ترحم. القلب كاين اللي ما يرحمش. العين لها علاقة بالقلب، العين، لذلك في دعاء آخر النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن أعوذ بك من عين لا تدمع. فالقلب إذا خشع دمعت العين وذرفت، والقلب إذا قسى فلن تدمع العين. إذن الإنسان يبكي بخشوع القلب، فإذا لم يخشع القلب فالعين لا تدمع ولا تبكي. فلابد أن نعالج هذا القلب. والقلوب تقسو بالشبهات، بالشهوات، بالمعاصي، بالذنوب، بالدنيا، بأمور. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نفس لا تشبه. هذه النفس التي أودعها الله عز وجل فينا هي لا تشبع أبدا، مهما أكسبتها من مال، ومهما أطعمتها من مطعومات، ومهما شربتها من مشروبات، ومهما ألبستها من ملبوسات، ومهما ملكتها من أملاك، فتبقى بحاجة دائما، تواقة دائما، شوافة دائما إلى المزيد. دائما تقول لصاحبها: زيدني، أنا لن أشبع. نفس أبدا تشبع. قارون كان ملك الكنوز، إنما فتحه لتنوء بالعصوة، ولكن بخيل شحيح، ويستغل الفقراء ويجمع ويستعبدوهم لجمع الأموال، أبدا يشبع. تجد الإنسان يملك الملايير، هل من مزيد؟ النفس لا تشبع. والنبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله واستعاذ بالله من النفس لا تشبع، لأن دواء النفس هي القناعة. دواء النفس هي القناعة، أن تقنع بما عندك، تقنع مع أخذ الأسباب. لذلك حتى التعريف الزهد، شنو هو الزهد؟ كي يقول الإنسان زاهد، الزهد أن تكون الدنيا، أن تملك الدنيا وتكون بين يديك وتزهد فيها، أن تجعلها في يديك وفي كفك وتخرجها من قلبك، هذا هو الزهد الحقيقي. النبي صلى الله عليه وسلم كان غنيا، للتوضيح اللي ما يقراش السيرة، النبي صلى الله عليه وسلم سيرة الصحابة، فيقول أن الصحابة كانوا فقراء. من قال لك أنهم فقراء؟ الصحابة كانوا أغنياء، ويفوقون أغنياء وكثير من أغنياء هذا العصر، كعثمان بن عفان، غني ثري، ماشي غير غني، ثري. كاين الصحابة اللي أثرياء، ولكنهم يعيشون الزهد، ينفقون في سبيل الله، يتصدقون. اللي كيشوفهم على أنهم فقراء، فكان الواحد منهم يملك الملايين يتصدق بها، ثم في الغد تكون في يده ملايين يتصدق بها. فهذا هو الزهد. الصحابة كانوا يملكون ولكنهم زهاد،
بالمفهوم الشرعي، وليس الزهد بمعنى التقشف والترهبون والإنسان يتماوت في دينه، يلبس اللباس المرقع. لا، مش هذا هو الزهد. الزهد أن تظهر نعمة الله عليك وتنفق وتتصدق وتتنعم وتشكر الله عز وجل وتقنع بما عندك. وإذا أردنا أن نعرف ما عكس ذلك بالمفهوم الواضح، واحد عنده فلوس لا بأس عليه، ولكن بخيل شحيح، ثم يبحث عن المزيد ولا يقنع. هذا هو العكس. هذه النفس لا تشبع بهذا المفهوم، غير شبعانة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منها. إذن النوع الرابع والأمر الرابع الذي دعا واستعاذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الدعوة التي لا يستجاب لها، الدعاء الذي لا يستجاب له. فقال صلى الله عليه وسلم: ومن دعوتين لا يستجاب لها. فهذا أمر في غاية الخطورة. حينما ينظر المسلم العاقل إلى حال الأمة وما تعيشه من واقع مرير ومن اضطهاد وسفك للدماء وذل وهوان، ترى كل المساجد تدعو فوق المنابر، في الدروس، في السجود، في الليالي، العالم، المسلمون كلهم يدعون الله عز وجل بأن يكشف الغم والهم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الدعاء غير مستجاب. دعاء غير مستجاب. اللهم اللهم اللهم، ربما الأدعية اللي كان يدعو بها تكون عكسية، ندعو الله عز وجل ولا يستجاب لنا. أين الخلل؟ طبعا فينا، فافتقدنا شروط الدعاء وأسباب إجابة الدعاء. كندعو الله عز وجل وكما يستجب لناش. فالأمة تعيش معاصي، ذنوب، مناكر، منكرات، فواحش، ما ظهر منها وما بطن، ويدعون الله عز وجل، فالدعاء لا يستجاب. الله عز وجل يقول: أصلحوا أنفسكم لأستجيب لكم، في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن فإجابة الدعاء مشروط بالاستجابة. استجب لله استجب لك، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، سأستجيب لكم، والله وعد لا يخلف وعده: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أدعوني أستجيب لكم. ولكن ندعو الله عز وجل فلا يستجيب لنا. إذن هناك أسباب وموانع تمنع إجابة هذا الدعاء. اللهم اصلح حالنا وأحوالنا، استجب دعاءنا ويسر أمورنا، وصلى الله